نعم أم حسين تفضلي. ألو. نعم تفضلي. تفضل سيد. سيد بدنا في سؤال. نعم. من 2014 أنا متزوجة من 2014، بس قبل هالسنين كان أخوي يضربني ويغتصبني، وأنا هذا الشيء ما أقدر أقتنع عنه. يعني أخوي يضربني، يخوفني بشيء، ناس أني جرمية، ما أقدر أقتنع بهذا الشيء، يعني أخاف حد ما هيقتلني هو. وبخيت بنفسي تزوجت، قدمت لرجال كبير، بس أبي أتخلص من هذا الشيء. وهسه قاعد يقول لي أطلب وحدة منك وأهديني، يعني ما أجوز أنا أستع أهدنه، يعني هسه أنا قلبي مشترك علي، شلون أهدنه هو دمر حياتي. واضح، حياك الله. واضح أم حسين، مسألة جدا غير يعني غير مريحة. تقول أنا قبل زواجي أخي كان على حالي يغتصبني، والآن يقول تعالي سامحيني وكذا. لا تسامحيه ولا تغفري له، واجعليه إن شاء الله من المعذبين في قعر جهنم، في قعر جهنم. ليش سيدنا أنت تقول لا تغفر له؟ لأن إنسان اللي يغتصب أهله وأخته بهذا الشكل، هذا لا يستحق المغفرة، وهذا إنسان في الواقع يستحق العقاب، وليس له إنسانية قبل أن يكون له دين. هذا إنسانية ما عنده دين، شيء آخر. الإنسانية عندما تكون مفقودة، على أي حال أنا أقول هذا يستحق العقاب ويستحق الجزاء الإلهي. الأخت أم مصطفى، مرة أخرى كلامك بشكل واضح من البداية. أخوي أعطاني طفل. أخوكي؟ أي أعطاني طفل. أعطاكي طفل؟ أي. أي حتى تربيه؟ أي يا رب، سجلته باسمي. سجله باسمك؟ أي، هو عنده جنسية وأنا عندي جنسية، صار بيننا شنق على أوراق مدرسة في لنا مشاكل. يعني الطفل عنده جنسيتين، جنسية باسم أبوه، جنسية باسمك أنت اللي عمته. أي وهسه أنا سقط جنسية وحدة، شلون أسقطها؟ الحلفان وأنا أخاف الحلفان، شلون أدبرها؟ لا إله إلا الله. واضح. حياك. أي هسه حط محامية، المحامية تزيد مليونين، وأنا أخاف والله. إحدى جنسيتين، واضح، حياك الله، حياك الله. الأخ أخت مصطفى تقول أخوك أخوي أنطاني طفل وسجل باسمي، وهو أيضا مسجل باسمه، والآن إحدى الجنسيتين نريد نسقطها، شو نسوي؟ على حال القانون ما يسمح لكم، وأنت الآن لابد تبقين جنسية والدة، يعني جنسيتك تسقطيها، هو مو ابنك، هو ابن أخوك، فلابد الجنسية الأصلية تخليها باقية، وهاي الجنسية تسقطيها، وانت تتحملين تبعات هذا الامر، وتقول بدون فلوس واقسم وكذا. طبيعه الحال القسم لما تقسمين انه بالكذب، هذا القسم بالكذب ما يجوز، حرام شرعا، يعني حرام شرعا الانسان يقسم بالكذب، ولكن تقولين انا اريد ادفع ضرر كبير جدا، يعني قد يذبون بالسجن، قد كذا، هنا ترتكبين حرام حرمه شرعيه، واستغفر الله سبحانه وتعالى. متصل اخر. نعم. الو. سرور تفضلي، حياكم الله. عليكم السلام. سيد بسر، بدي اسال على الوشم. الوشم. نعم. ما ظاهر قدام احد بالجسم، هل صحيح انه يمنع الوضوء او شيء؟ وسؤال ثاني. بلي. الو. اسمعك، تفضلي، سمعك. سرور اسمعك بابا. سرور تقول الوشم حلال إذا كان يعني على الجسم ما يظهر للآخرين، ما في إشكال، لا إشكال في ذلك، وإن كان غير مناسب للمرأة أو الرجل أن يضع على جسمهم الوشم، غير مناسب لشخصية الإنسان المتدين.